المهم الجهاز ده هيقدر يرجعنا فعلا 7 سنين لورا؟ شور يا خسارة. شور يعني يقدر؟ عموما استنوني هنا شوية وانا هتصرف عبال ما اظبط لكم الجهاز واروشه علشان كان فيه ناس بايتة فيه من امبارح. ودلوقتي اخر حاجة هتلبسوا الاساور دي في ايديكم، ولو حسيتم باي خطر هتدوسوا على الزرار اللي فيها، هيظهر لي علامة هنا على الجهاز اعمل لكم كام باك ترجعوا لي هنا على طول. حلو، بس على الله تسوحنا، نزلنا عند العنوان اللي قلناه لك بالظبط. لا لا ما تقلقش، انا على حسب خطوط الطول والعرض حاسبها بالسنتي ومسنطرك على العنوان اللي انت قايل لي عليه تحديدا. يوم السبت من 7 سنين الساعة 10 صباحا. حلو، وهنلحق اليوم من اوله. جاهزين يا ابطال تحققوا الانجاز التاريخي ده؟ احنا مش جاهزين، احنا مضطرين. على بركة الله، اتفضلوا. ربنا معاكم. معلش يا دكتور، ممكن تشيلي معاك النظارة دي؟ ليه؟ اصل انا من 7 سنين كان نظري كويس فمش محتاجها. مفيش مشكلة، هعينها لك عندي هنا. خدوا بالكم من بعض يا اولاد. على بركة الله. من 7 سنين يوم السبت الساعة 10 صباحا. انت كويسين يا جماعة؟ الحمد لله. طب انا كويس؟ يعني انت كويس؟ احنا ايش عرفنا يا سيد ان انت كويس؟ ما تقف يا بابا ما نشوف احنا فين. هو مش الراجل ده قال هينزلنا عند الترب؟ متقلقوش يا جماعة، احنا غالبا كده نزلنا يا في التجمع الخامس يا اما في الشيخ زايد، بس قبل ما تتعمر فعشان كده صحرا. ايوه صح، احنا في التجمع تقريبا اللي هناك ده شارع 90 والداون تاون في وشك، شايفه؟ ايوه صح. لا لا ممكن نبطل تأليف يا جماعة، اللي ورانا ده مول العرب باين قوي، معنى كده ان احنا في اكتوبر. ايوه صح احنا في اكتوبر. بص بص ده ام اس اي. لا مش الام اس اي، اكتوبر ما فيهاش معمل تحاليل. إيه يا جماعة اهدوا، مش فارقة الشيخ زايد من التجمع الخامس، المهم دلوقتي ان الاراضي دي كلها رخيصة جدا، فاحنا نشتري دلوقتي في الرخص ولما نرجع الكشك تاني نبيع بالغالي ونسدد للسحاوي. انت محسسني يا سيد ان احنا رجعنا 100 سنة لورا، احنا يا دوبك رجعنا 7 سنين، يعني برضه هتلاقي المتر ب 5000 جنيه يا سيد. المشكلة مش في كده يا جماعة، المشكلة ان احنا معناش بطايق نحجز بيها الاراضي. صح صح فعلا، سبحان الله سبحان الله، ما جمع الا لما وفق، والله العظيم فعلا دماغكو ذكية جدا. لا على فكرة انا بدأت اقلق، في حاجة غلط، الراجل ده شكله غريب. لا ما ممكن يكون بدوي عادي، احنا في صحرا برضو يا فخر. لا البدو ما بيلبسوش كده يا ماما، البدو بيلبسوا لبس تاني، الراجل ده لبسه غريب. يا جماعه انتوا ليه مصرين تقلقوا نفسكم؟ مفيش قلق ولا حاجه، الراجل لا شكله غريب ولا لبسه غريب. ايوه صح، ما انت مش مستغرب يا سيد لان انت بتلبس اغرب من كده. ممكن يا بابا تسمعني؟ افهم يا سيد، الراجل معدي لما اخذ لابس شيبه ميكرو يا سيد. طب وايه المشكله يا فخر؟ ممكن يكون عنده تسلخات. ما تفكر ثانيه يا اخي، في ايه؟ فكر ثانيه يا سيد. انت ليه مصر تقلقنا يا فخر؟ انا اصلا مخنوق ومتوتر. ما تعياش عليا، هديك بالقلم، ما تقعدش تعمل، هديك بالقلم اظبطك. خلونا نشوف هنعمل ايه، لازم نشوف ميكروباص معدي من هنا نركبه عشان نروح الطوره. خلاص هندور ده. انا متوتر يا ريتاشا. ما تقعدش تاعي، انا بقول لك ايه ده؟ ايه هو هو بقول لك يا فخر. انتوا مين وبتعملوا ايه ورا قصر الملك خوفو؟ امنعوا الضحك، ايه اللبس الغريب اللي انتوا لابسينه ده؟ انت اللي لابس كده ليه؟ وبعدين بتزعلنا ليه؟ انا مش فاهمه. لا لا اهدى يا ريتاش. لا لا بتزعلنا يا سيد. لا يا ريتاش اهدى يا ريتاش، بدل ما قلتلك عشان انا متوتر، عشان اللي في دماغي ده لو طلع صح يبقى احنا رحنا في 60 ده يا جماعه. بعد اذن حضرتك يا فندم ممكن سؤال واحد بس؟ عشان انا هعيط والله. اسال. هو حضرتك احنا سنه كام؟ انت في عام الشمس زمن الاسره الرابعه، واللي حامينا الملك خوفو. فهمتوا؟